من أجل الخروج من وحل الأخطار وجني ما تجود به التوافقات والاتفاقات من ثمار، تتجه الأنظار غدا إلى استئناف أمل اليمن ومستقبله مؤتمر الحوار عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني كانت قد شكلت فريقا للعمل خلال فترة الإجازة، شمل عددا من الموظفين من كل وحدات العمل فيها استعدادا لأي طارئ يتعلق بأعمال المؤتمر وأنشطته في العاصمة والمحافظات. 23 من شهر رمضان الفضيل كان اللقاء الأخير لأعضاء المؤتمر بعد أن أنجزت عدد من الفرق أعمالها للفترة السابقة، ولم يتبقى سوى التصويت عليها من كل أعضاء الفريق، في حين ستستكمل الأخرى مخرجاتها خلال أيام من استئناف الجلسات. فريق القضية الجنوبية ودع جلسات الشهر الكريم بمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بعمله ومستوى إنجازها، وطالب في بيان له الحكومة بتنفيذ النقاط 20 والإحدى عشرة المرفوعة من اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار، مستنكرا في الوقت نفسه الشائعات التي نسبت لقيادة الفريق وبعض أعضائه، ومؤكدا على ضرورة تحقيق المزيد من الدقة والموضوعية توفيرا لأجواء تعزيز روح الانتماء الوطني. فريق صعده هو الآخر، وقبل مغادرته لآخر جلسات المؤتمر أقرت لجنته الخاصة بالحلول والضمانات بالإجماع مقترحا لحل مشكلة الأسلحة، نص على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي كانت ملكا للدولة في وقت زمني موحد، ومنع المتاجرة فيها على أن تؤول ملكيتها للدولة، وينظم القانون حيازة الشخصي منها. ورغم تعقيدات القضية إلا أن الفريق حقق توافقا بتعاون وتجاوب المكونات السياسية كافة، وتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن الجذور والمحتوى والحلول والضمانات. وعلى طاولة العدالة الانتقالية أكد رئيس الفريق أن اللجنة المنبثقة عن الفريق تستكمل صياغة القرارات الخاصة لإنجاز التقرير وعرضه للتصويت. أما فريق بناء الدولة فحسم موضوع تشكيل مجلس القضاء الأعلى بانتخابه من السلطة التشريعية والمحامين وأساتذة الجامعات مع ضمان الاستقلالية والتفرغ وفقا لآلية فندت ضمن 6 نقاط وحظيت بموافقة 94% من أعضاء الفريق. كما اتفق أعضاء الفريق بالإجماع على مهام المحكمة الدستورية، مخليا اجتماعه باستماعه إلى شروط عضو لجنة صياغة الدستور والأسس الدستورية، مؤجلا البت فيها إلى الجلسات المقبلة. أعضاء فريق الحكم الرشيد بدورهم واصلوا مناقشة واستخلاص المخرجات الدستورية والقانونية التي سيضمنها تقريرهم النهائي، متطرقين لعدة قضايا أبرزها تخويل السلطة التشريعية بإصدار القانون وتشكيل لجنة مصغرة لصياغة القرارات. أسس بناء الجيش والأمن أقر تشكيل لجنة لصياغة تقريره النهائي بعد استماعه لتقارير مجموعة أسس بناء أجهزة الأمن والأجهزة الاستخباراتية والدور الرقابي وغيرها من القرارات المتعلقة بذلك. استقلالية الهيئات واصل استعراض ومناقشة مخرجات مجموعاته الفرعية وعرضها على لجنة الصياغة لإعداد التقرير النهائي، مؤجلا مخرجات فريقي السلاح والثأر وحقوق الإنسان إلى وقت لاحق. أما بالنسبة لفريق الحقوق والحريات فقد أجل التصويت على قرارات مجموعات العمل إلى جلسة المؤتمر الأولى بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وعلى طاولة فريق التنمية الشاملة حل المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن سامي فارع زائرا على مجموعة الاقتصاد لتعريف الفريق على الاختلالات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة. 18 من سبتمبر المقبل هو الموعد الذي حدده المؤتمر للقاء المستقبل اليمني بملامحه الجديدة، والذي يتمنى أبناء الشعب أن يتسم بتوافق الأطراف على طرق للخروج من الأزمات تتجاوز المصالح الفئوية والحزبية الضيقة إلى آفاق أوسع تراعي مصالح الوطن العليا.